في هذه اللحظات نلحظ ونشاهد الصور، صور المشيعين لجثمان الشهيد عبد الفتاح خروشي، وهو الذي أيضا نعته حركة حماس وقالت إنه ينتمي لعناصرها. نلحظ أيضا بأن عدد كبير من المشاركين في التشييع في هذه اللحظات يصلون إلى المسجد، أيضا إطلاق نار الهواء لعدد من المسلحين الفلسطينيين، وهذه العادة هي درجت فعليا في كل جنازة شهداء، يتم إطلاق الرصاص في الهواء تعبيرا عن الرفض والاستنكار الشديد لما يحدث في الأراضي الفلسطينية من مجازر ترتكبها أو يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن تفجر الأوضاع في الأشهر الأخيرة في الأراضي الفلسطينية نتيجة عوامل مختلفة. نلحظ بأن حجم فقدان الأمل في الشارع الفلسطيني هو ربما كان أحد الأسباب التي ربما دفعت إلى هذه المجموعات المسلحة في الأراضي الفلسطينية، أيضا اليقين بأنه لن يكون هناك حل عادل للفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية نظرا لتنكر الحكومة الإسرائيلية لكل الاتفاقيات السابقة. وأيضا لربما مشهد آخر هو دور السلطة الفلسطينية الذي بات الفلسطينيون ينتقدونه بصورة كبيرة وبصورة رسمية، هذا طبعا من جانب. لكن الأوضاع الميدانية متفجرة، نحن نتحدث عن مجموعة من الكتائب المسلحة تم أو أنشئت بصورة سريعة جدا. هذه يعني هنا يبدو أن صلاة الجنازة قد تمت بالفعل. جثمان الشهيد في هذه اللحظات تمر من نعم. نستمع إلى النداءات والهتافات الغاضبة في هذه اللحظات حيث مر جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشي الذي اتهمته إسرائيل بأنه قام بتنفيذ عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل 2 من المستوطنين في منطقة حوارة، تبع ذلك اعتداءات المستوطنين على وجه التحديد في منطقة مدينة حوارة، حرق مئات المركبات وحرق منازل للفلسطينيين. نلحظ أيضا بأن عدد كبير من المسلحين يتواجدون من مختلف التنظيمات الفلسطينية ومختلف الفصائل يتواجدون في هذه اللحظات هنا ويقومون بإطلاق العيرة النارية في الهواء رفضا ويعني استنكارا لما حدث. هناك حالة من الاستنفار الميداني نلحظها أيضا على الأرض من خلال مجموعات المسلحين التي هددت بتنفيذ عمليات. لكن أيضا على الصعيد الآخر وعلى الجانب الآخر نلحظ بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي وضعت نفسها في حالة تأهب وعند مختلف المفارق والطرقات ومداخل المستوطنات وأيضا الحواجز في الضفة الغربية، لربما استعدادا وتحسبا لتنفيذ عمليات قد تحدث في الأراضي الفلسطينية في إذا ما قرر المسلحون الفلسطينيون أو مجموعات مسلحة فلسطينية من تنفيذ عمليات انتقامية ردا على المجزرة التي تم ارتكابها في مدينة جنين في مخيم جنين على وجه التحديد وأسفرت عن استشهاد قرابة 6 فلسطينيين.